ميدان الوثبة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة، اندفع هناك ايضا مع البداية مع هذه الشعارات، شعارات اصحاب السمو الشيوخ، هنا ايضا مع المقدمة والصدارة مع المركز الاول شاهين، هناك ايضا لهجن الرئاسة ايضا يتواجد محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، بينما المركز الثاني صوقان، هناك ايضا يتواجد مع المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، واللي ضمر عبد الله بن سالم المسافري على ثاني المراكز، بينما اللي خذ المركز الثالث في هذه اللحظات الطائر المملوك لشعار هجن الرئاسة سهيل بن احمد بن دري الفلاحي في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة لهذا الشعار. المركز الخامس يتقدم هناك شاهين في هذه اللحظات لهجن الرئاسة راشد بن محمد بالسم المنصوري، المستحيل الذي لا يعرف المستحيل في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة لهذا الشعار. خامس التحديات والإثارة، هناك شاهين لهجن الرئاسة راشد بن محمد بالسم المنصوري، هكذا النداء للمراكز الخمسة الأوائل المتقدمة بهذه الشعارات، ولكن يختلفون الفطاحلة، يختلفون المضمرين هنا مع هذا الانطلاق مع هذا المسار. أعود إلى الصدارة، عودة إلى مقدمة هذا الشوط، عودة مع التحديات والإثارة، هناك أيضا شاهين لهجن الرئاسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة مع انطلاقة شاهين، بينما القدوم هنا بين القدوم هناك أيضا في هذه اللحظات الطاير الطاير الطاير، من يطير في سماء الوثبة بهذا الشعار، شعار هجن الرئاسة سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي في عملية تدريب والتضمير. المركز الثالث شاهين لهجن الرئاسة راشد بن محمد بالسم المنصوري، هنا ثلاثية هنا تتكون بهذا الشعار، شعار هجن الرئاسة، ولكن يختلفون الفطاحلة على الصدارة والمقدمة مع المركز الأول. عود إلى المركز الرابع، الله الله، وصل هناك هذه الأسماء الجميلة، أسماء مميزة في هذه اللحظات. ايضا يتقدم هنا ايضا فولاد لسمو الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله الثاني، سالم بن مسلم بن قزول العامري هنا يتواجد في عمليه التدريب والتضمير. المركز الخامس شاهين يتقدم بشعار هجن الرئاسه راشد بن محمد بالسم المنصوري، هنا المستحيل، هكذا النداء للمراكز الخمسه الاوائل المتقدمه. اعود والعود احمد، اعود هناك ايضا مع الثلاثيه، الله يا سلام، بشعار هجن الرئاسه شاهين ما زال، شاهين ما زال على الصدارة والمقدمة مع المركز الأول لهجن الرئاسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي في عملية التضمير والتدريب. وصل هناك أيضا المستحيل، المستحيل المستحيل يتقدم مع انطلاقة شاهين بشعار هجن الرئاسة راشد بن محمد بالسم المنصوري، هنا الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو واللي ما بعده إلا الناموس، هنا وصول هناك ايضا وتحدي من ايضا مرضي في هذه اللحظات لهجن الرئاسة عيسى بن احمد بن مايد آل الخيل، يتواجد هناك البارع مع المركز الرابع. عودة الى الصدارة، عودة مع التحدي، عودة مع الإثارة، شاهين ما زال، شاهين ما زال على الصدارة هذا الشوط لهجن الرئاسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة لهذا الشعار. شاهين آخر يتواجد مع المركز ثاني لهجن الرئاسة راشد بن محمد بسم المنصوري، هنا الأمور في خطر، الشوط بدأ يشتعل هنا على المقدمة والصدارة مع المركز الأول. الله الله، يا سلام يا سلام يا سلام، التحدي والإثارة في هذه اللحظات. المركز الثالث وصول هنا من شعار هجن الرئاسة أيضا عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي، هنا يتقدم في هذه اللحظات ويتسلل على الصدارة والمقدمة مع المركز الأول في هذه اللحظات. هناك أيضا التقدم، التقدم هنا أيضا ملفي ملفي لف لافي في هذه اللحظات بهذا الشعار، بهذا الشعار، شعار هجن الرئاسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي، يتواجد على الصدارة، يتسلل البارع هنا، يتسلل البارع، هناك اسم على مسمى، ما إن شاء الله، تحدي إثارة جميلة مميزة هنا مع الأمتار الأخيرة، هنا سلام لهذه
هذه المؤسسة العملاقة مؤسسة هجن الرياسة. المركز الثاني كان من نصيب أيضا شاهين لهجن الرياسة راشد بن محمد بسم المسؤول. المركز الثالث شاهين لهجن الرياسة. والمركز الرابع كان من نصيب فولاز أيضا سمو الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله الثاني. والمركز الخامس لحظات وصول الطائي لهجن الرياسة. هكذا النداء للمراكز الخمسة الأوائل المتقدمة. عودة أيضا إلى توقيتنا الزمني لحظات وصول ملفي أيضا لهجن الرياسة عيسى بن أحمد بن مايد على خيلي. لحظات وصوله وتقدمه هنا أيضا يقدم هذا العرض الجميل ويقدم لنا هذا الشعار المميز. 6 دقائق 10 ثواني 3 أجزاء من الثانية. بينما المركز الثاني شاهين لهجن الرياسة أيضا المستحيل يتواجد مع المركز الثاني أيضا بالتوقيت الزمني 6 دقائق 12 ثانية وفاء وتماما وكمال. المركز الثالث شاهين لهجن الرياسة 6 دقائق 12 ثانية وفاء وتماما وكمال.